السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بس اليوم غادي نتكلموا على خيانة الزوجية يعني للمرأة، الخيانة يعني خيانة المرأة. ربما كنتكلموا على الخيانة ديال الرجل للزوجة ديالو وكأمر بالرغم من الصعوبة ديالو، ولكن كنتقبلوه كنغفروا ليه كنعطيوه فرص للتغيير، ولكن خيانة المرأة كتجينا صعيبة لا نسمعوها ولا نتقبلوها، وكتبقى دائما المرأة الخائنة يعني كتظهر بواحد الصورة اللي هي محتقرة من طرف العائلة المحيط المجتمع ككل. فبروفيسور بغينا نعرفوا واش كاين شي بنيات ولا أسباب نفسية وراء هذه الخيانة المرأة الزوج ديالها. ربما كيعطيوش مبررات لان الخيانه لا للرجل ولا للمراه، ولكن نبغيو نحلو تحليل نفسي لهذا الامر للاسف صبح يعني في تزايد. هو ما وظيفه تحريم ديال الزنا في الاسلام؟ لان لما فهمناش الحكمه وراء الممنوع كيبقى الانسان هكا كيبحال واحد البهيمه ما عندوش المحتوى ديال الاشياء. الزنا محرم، لماذا؟ لأن الإسلام اللي تأسس الله سبحانه وتعالى من وضع الأسس ديالو هو مكتمل في البنية ديالو، ما عندوش ما فيش نواقص، البنية الفكرية الإسلامية مكتملة. راه الفاعل والمفاعل للمبادئ الإسلامية اللي ناقص. الناس كيقول لك الإسلام يا ودي راه مسلمين ماشي الاسلام. الاسلام يسوسي الاسلام يسوسي نو المسلمين مالي ناقصين، كيديروا الكومبرومي. كومبرومي الوقت اللي كدير الكومبرومي تفعيلك وتجسيدك المبادئ غادي يطلعوا عندك انت في تفعيلك انت ناقصين، اما هما في الاسس ديالهم مكتملين. خصهم الفاعل، الى لقوا الفاعل اللي فعلهم بالشكل ديالهم طلع البنيه مكتمله، ما كاينش لعب. فما وظيفه الممنوع؟ علاش؟ الاسس الاسلاميه كتعطي بنيه نفسيه وروحيه وفكريه واجتماعيه. كيعطيك الله القوت الداخل ديالك، الروح ديالك. كيعطيك البنيه النفسيه اللي هي المعاني والمقصود من المعاني، كيعطيك فردية يعني كيفاش تعيش الأفعال وكيفاش تقوم بالأعمال، واجتماعية كيفاش تأسس أنت كخلية مع خلية واجتماع الخلايا داخل واحد المنظومة اجتماعية. فالإنسان عنده وظيفة اجتماعية، المرأة أو الرجل عندهم وظيفة اجتماعية. كتلقاه تاجر، كتلقاه محامي، كتلقاه شرطي، كتلقاها قاضية، كتلقاها عندها رأس المال. الرجل والمرأة عنده وظيفة اجتماعية. فالزنا كيجعل واحد الرجل أو واحد المرأة تيدخل لواحد المكان اللي هو الجسم بدون بنية قانونية وبدون بنية تأطيرية. كيدخل الوقت اللي دخل للمكان الذاتي الجسم دخل ليه غيصعب عليه يدخل الجيب الآخر ويقيس ليه فلوسه، غاي صعب يدخل يأثر عليه في القرارات ديالو، غاي صعب عليه ياخذ منه أسرار الناس اللي عنده. مادام خدا ليه فرجو يدخل ليه الجيب وياخذ ليه سيارته وياخذ ليه المعلومة ديالو، أصبحت الأشياء الأخرى اللي هو عنده وظيفة يسترها تحلات. بليكم بليكم عاش القفل درتم حيت اللي عريتيه واللي تعرى حداك وسهل يعاود لك الاسرار. صافي تريد تقول لي الله يخليك الملف الفلاني وانت معاه الفراش بقى يقدر يقول لك الملف اش فيه، ملي غيتحل الملف وتحل الكوفر ويتحلوا الاسرار ويتحل كل شيء. فلهذا الناس من اللي كي اللي هما خبات في 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 في, في الكوربسيون في في, في هذا الشيء ديال الرشوه دائما عندهم جوج البنيات، الشراب والزنا. لان الشراب كيسهل الزنا، كيحيد لك لينيبيتور واسيت ان ديزينيبيتور. كيكون واحد الانسان عنده لو موا المورال خدام، الضمير خدام، لا وحرام لا كذا، واشريف غا كاس نقي وانت مالك عا كويس نقي، كاس زائد كاس زائد كاس كتطلع للكوليمي وتيدخل الانسان في هذوك لي كاتر ايتاب اللي تكلموا عليهم الفلاسفه الاغريق، اللي هي المرحله النشوه، ثم مرحله الضحك، ثم مرحله الفلسفه تفلسيف، ثم مرحله الكلاب.
سين الفلاسفه الاغريق في وقتهم حطوا هاد لي زيتاب. رابعه مرحله الضحك، كويس نقي كيضحك كيلو ضحكوا. ثم مرحله النشوه، وكل شيء عزيز عليه والعالم كله باغي ليه الخير ويبوس ويعنق ويدور مع كل شيء، مرته مخليها بجوج ولادو ما يقريهمش وكيدور هو فيه، لان دخل مرحله النشوه. ثم مرحله التفلسيف، كاع اللي قلع وصل واحد المرحله يبدا يفهم في كل شيء، ولا ودابا علاش البرازيل خسرات بسبعه لانه عندهم كذا ولا وكذا. ثم تتفوت مرحله التفلسيف مرحله الكلام، تيولي يمس بنته ويمس فخته، ما كيبقاش يعرف شكون هذا ولا شكون هذيك، كل شيء كيتحيد. فالممنوع في الاسلام راه كيحمي لك وحده في البنيات، يا اما البنيه الروحيه، يا اما البنيه النفسيه، يا اما البنيه الشخصيه الفرديه ديالك اللي هي بنيه الافعال والاعمال، يا اما البنيه الاجتماعيه. شتي دابا؟ حيت راه المدبر الامر راه الله، راه ماشي مدبر الامر هو واحد المهندس، مهندس راه ياثر تيعيا ويبوكي، راه يكتب تيعيا لانفورماتيسيون تينسى امامه وتيخرج ليه علاش دابا كاين هاد لي سبام وهاد لي هاكرز، لان كيلقاو دي فاي. شكون اللي دار الفاي؟ لان البروغرامور بنادم. احنا عندنا في الدستور الاسلامي اللي حط الافكار ما هوش بنادم، والله سبحانه وتعالى ما تلقاش لا فاي. فدابا ها الوظيفه الاولى. ثم عندنا المجتمع اشنو فيه؟ كثرات فيه لا ستركتور بيرفيرس، لا بيرفيرسيون. اشنو هي لا بيرفيرسيون؟ هي كل شيء اصبح مقبول باسم الفلوس راس المال، باسم السياحه، باسم الانفتاح ديال البلاد على الاعلام العالمي، ولا ذيك الاعلام كنوه بحراره كبيره. وتنشكر الذكاء الهائل اللي قامت به اللجنه الوطنيه لوقايه من حوادث السير في الحمله الاشهاريه الذكيه الانيقه اللي دوزوها مؤخرا على التلفاز. البارح اتصلت بالحباب ديالي في اللجنه وشكرتهم، قلت لهم شكرا لكم على الذوق الرقيق الذكي. شنو قال لي الكاتب الدائم سي بلعجول الله يجازيه بخير؟ قال لي يا استاذ والله الى هذاك عمل مشترك، وحنا كنتمنى والمواطنين والحباب يزودونا بالافكار. شوف التواضع، شوف وشفتي لاله هذاك الكليب ديال كيفاش كيحسوا الناس بوليدات في قسم كيعاودوا لبعضياتهم فين دوزت العطله، فين دوزت العطله. واحد الوليد صغير كيبقى ساكت، كيقولوا ليه الوليدات حداه انت وانت، تيقول لهم انا كنت غادي مع ماما وبابا في الطوموبيل، اتفقت لقيت راسي في واحد السبيطار وبوحدي. شوف الايحاء احسن من ديك الصور الصادمه اللي كتكون صعيبه. شنو هو هذا؟ اول واحد دار هذا العمل هو فرانسيس سيكالا، من بعده ما كاينش اللي قد عليه. تداروا الحب ديالنا في الرباط، الله يجازيكم بخير، الله يجزيكم بخير. المغاربه اللي كتعطيو للمغاربه الذوق ديالهم. تخيل هكا سولت وقال لي والله الا امكانيات بسيطه، قال لي راه ماشي شي حق، قال لي راه كل شيء خدمناه بعضياتنا. وواحد اخر تيمشي يجيب مخرج من كوكاز غوفيلو، واحد الجزيره جات وراء الشمس، وتيعطيه مليار ويجيب اربعه ديال ما عرف شنو ويعطيهم مليار ويخرجوا لنا والو. فالله يجزي الناس اللي كيحترموا الذكاء المغاربه. البنيه ديال بيرفيرسيون اللي هي بنيه الفسوق والفجور صبحات ان فوند كوميرس، صبحات تجاره. فدابا اي واحد بغى يربح كيقلب على رخصه الشراب، بحال اللي تقول تجاره، بغى يدير اوتيل ولا بغى يدير مطعم خصو يكون عنده بواد دو نوي وخصو يكون عنده رخصه الشراب. عجيب. ف حنا في بلاد الحريه الحمد لله، ولكن ما رديناش البال بان ملي المسلسلات اللي كتعرض في الثلاجه دائما البطله ديالها تتوصل للشهره وتتوصل لمركز القرار باش بالجسم ديالها وبالجمال ديالها. تيوريو في الاعلام العربي كامل بنت خويبه مشات غنات، ملي غنات عندها صوت زوين ويا خويبه سنان عوجين نفا عوج كل عوجه، وتيشدوها تيدوها تيبداو يخرقوا فيها، خرق 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 قطع قطع قطع، وقادو النيف وقادو الفم وقادو السنان
ويديروا ليها هذاك الماكياج ويقادوا لها الصدر ويقادوا لها الجسم وتتولي ما تسمى أيقونة. تخيل تتولي عندها الفلوس وملي كترجع لبلادها وكل شيء كيفتخر بها، من امها هي الاولى وباها وعائلتها وحومتها تيديروا لها العماريه وتبارك الله نجحتي والله يا بنيتي وحمرتي لينا وجهنا قدام الناس والحمد لله ربي عطاني وحيت شفت بنتي ناجحه. وعلاش مبني هذا النجاح؟ مبني على دراسه. يا ريت كون كانت هذيك الشابه دارسه بعدا غير قواعد الموسيقى والتلحين. لكن احترم هذيك المغنيه هدى سعد اللي مشات درسات بعدا الموسيقى تتلحن. شي ثلاث كلمات على الفن ديك السيده تعرفش كتقول. ودابا تلقى وحده عطالة على الملحنين اللي ما عطاوش الاغنيه ما تغنيش. فملي دخلنا في هاد لو فون دو كوميرس وحنا عارفين ما وراء الستار ديال هاد القطاع الفني، عارفين شنو وراه، لا في التمثيل ولا في الفن ولا كاين فيه ناس صالحين قلال وشي الاخر احنا عارفين. فملي اصبح المجتمع يستقبل ويتقبل بنية الفسوق والفجور كانها عمل كيتنجز فيه وتيتقام فيه، اصبح عندنا هنا واحد النساء اللي هما كيتسموا في العربيه كيسموها المراه طماحه. تخيل سمعتي بالعربيه الطماحه اش غتعطيك؟ كتبين بانه بحال اللي كاين طموح ياك. الطماحه عند العرب هي اللي عينها زايغه ومقنعاش راجلها. كي جاتك شتي الطماحه عند العرب راه ماشي طموح، راه كاين انسان امراه طموح وكاين طماح. شتي الطماحه هي اللي عينها زايغه وغاده مع راجلها ومزوجه وعينها خضراء وعاك تضحك واللي سلم عليها تسلم عليه واللي دو معاها توقف معاه واللي عيط ليها ترجع الدو واللي قال لها نشوفك تجي تشوفو. هاد الطماحة العرب كتعني بها المرأة اللي ما تتكتفيش بزوجها وعينها خضراء. سي لاحظ معايا كيف بان لك في البنية اللغوية، طماحة راه قريبة للطموح وهي داخلة من بنية الطموح. فالمجتمع أصبح الآن كيشجع على الطموح، هو راه خصنا نشجعو على الإصرار، على الإصرار والصبر. أما الطموح كتعني لغويا الذي ينظر الى العلي، الذي ينظر الى العلا كيشوف الفوق، هذا هو الطموح. اما الاصرار هو الصبر وتمشي خطوه خطوه وانك تنجح بالقليل والمستوى اللي عندك. بحال هذيك الشابه البارح اللي عيطات وهي حامل، نصيحتي لها لان ما كملتش البارح معها، نصيحتي لها انها تتأنى تعيش الحمل وتتأنى تعيش الرضاعه، ماشي حيت راجلها ولا عائلتها قال لها ما تخدمش تعيش كانها الفاشل راه عندها دابا. لا 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 لا، هذاك قرارهم هما، هذاك قولهم هما. دابا هي غتدخل في بنيه الاصرار. شنو هي بنيه الاصرار؟ هي تصر على العمل.